شحال من واحد يقول لي اخويا السيمو كتصرف قناب ديك الهضره اللي كتقول صراحه في الواقع كاينه ولكن حسن ما تقولها الساط. انا ديما كنت معاكم قاص حسن من كذاب كنجيك من الاخر باش ما تضيعش وقتك في الوهم ديال الحياه. الحياه راه بسيطه الساط عيش. هاي شو كي موسخه يا موسخه ديالها بصح ولكن هاي جبناها تغسل ان شاء الله غادي تولي عاوتاني مزيان. يو وهي التغسلات عاد بان فيها الضم ما كانت صافي قبيلات كتبان مظلمه بان صافي الحمد لله. يلاه نمشيو نطلعو ليتس جو. صراحة هاد السوشيال ميديا كنشاركو فيها داكشي الزويون ما كنشاركوش فيها اللحظات ديال الخدمه وما يمكنش واخا نبغي نهار كامل يوم دوزتو في الاداره طالع نازل في الادارات ودابا هاد الفيديو هذا الاخراني وانا خارج من باب الاداره وصورت الطوموبيله وطلعت لها وغادي دابا نتكل على الله نمشي نكمل. شتي دابا الوالده اش كتقول لي؟ كتقول لي يا عرض الله لما زرع عيده التريكو هذا راه كملتي فيه جوج سيمانات لكن بالثلاث الحتاني قالت لي انا مزاوقه وليدي زرع عيده. اش قلتي الوالده؟ تكسير حيد داك التريكو شي واحد اخر. ولا الوالده حنا ما عندناش ما نلبس عندنا ما نخدمها نخدمها نخدمها. وكاي صباح الخير كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وغادي ندوي على هذا الموضوع اللي هو زويون. بزاف ديال الناس كيقول لي كون كنت اخاي السمو باقي في دوار الزكي كنت غتبقى تقول هاد البلاد زوينه كون اخاي السمو باقي عايش في دوار الزكي واش غادي تقول هاد الهضره هادي؟ غادي نجاوبك الاخ واحد الجواب زويون. فعلا الاخ معاك الحق مالش نقولها عرفتي علاش مالش نقولها ما نكونش مسالي الصاد غادي نكون مشيت نخدم لان الا بقيت كنقولها وبقيت كندوي الا قابلتي الدواوي مالش ندير حتى شي حاجه في حياتي كنمشي نخدم عاد كنجي ندوي دابا راني كندوي الصاد. بزاف ديال الناس شنو هي المشكله ديالهم؟ هي كيدوي وملي كدوي ما كتبقاش كتخدم وما كدير حتى شي حاجه في حياتك. لا صط دابا كنقولها لان فهمتي سوكي هي ولات الحياه زوينه ديك الساعه كانت جحيم ولكن ما نقدرش نقولها وما خاصنيش نقولها ما خاصهاش تقال خاصني نمشي نخدم الصط ديك الجحيم وديك العافيه وداك القمع اللي سميه القمع ولا سماش بغيتي كتشدو في القلب ديالك فهمتي كتشدو في القلب ديالك وكتمشي كتغرسو في الخدمه على الخدمه على الخدمه على الخدمه كتنتاقم من الوقت بالخدمه الصط باش تبدل حياتك ماشي بالدواوي. علاش؟ لان الصط ملي كدوي كتمشي ديك الانرجي ما كتبقاش كتبغي تخدم. الشعب كامل كيدوي على حتى واحد ما قادر يخدم لان حتى واحد ما قادر يشدها في قلبه ويمشي يدمر كلشي يدواوي. لا ديك الساعه ما كنتش صاحبي كندوي كنت شاده في قلبي وخدام. دابا اللي قلت جامع هذا جواب الاخوان اللي تيقول كون كنت اخاي السمو باقي عايش في دواري زيكي واش كنتي غتقول هاد الهضره؟ فعلا انا الاخ كما الخلاصه ما نقولهاش لاني ما مساليش نقولها خصني نمشي نقابل الخدمه لاني الا دويت ما غنخدمش دونك خصني نخدم دونك ما عنديش الوقت باش ندوي. دابا ندوي وهاد القضيه هادي ديال شحال من واحد تيبغي يدوي في الجهه الاخرى يقول هاد القضيه زوينه وكلشي غادي يدور فيه يقول خايبه. بزاف الناس كيبغيو يقولها ما كيقدرش يقولها عرفتي علاش؟ لانه عنده واحد الوهم تيقول لي قدر شي نهار نطيح والشعب يبقى متعاطف معايا خصني نحافظ على داك التعاطف ديال الشعب الوهم. وهادي كطرى بزاف ديال اليوتيوبرز وبزاف ديال الناس في الانستغرام وكذا كتلقى كيدير شي حاجه شعبويه باش يحافظ على داك الشعبويه وداك التجمهور ولكن هو ما عرفش القيمه ديال داك التجمهور شحال كيساوي صفر. لان ملي كتجي للواقع الصاد واقع هضره اخرى في الانترنت كتلقى بزاف الغوات ويه حنا معاك وكذا كذا الساط تجي للواقع ما كاين حتى شي حاجه. الاخ سكيزوفرين كان كيدوز المحكمه بوحديته. الاخ مول كاسكيطه كيدوز الحبس وكان كيدوز المحكمه بوحديته. هذا الساط هو الواقع المرير. واحد الجمله اللي كان علمها لي واحد من المينتورز ديالي اللي هو مصري واحد النهار كان خاصو يمشي يشهد مع الدري صاحبه وما مشاش. قلت له الساط الا طحت واش غادي تصرف معايا بحال هكا؟ قال لي اسمع نقول لك واحد الهضره في هذه الحياه هذه غادي تلقى ديما جنبك شكون غادي تلقى جنبك؟ قال لي اجي يكون معاك باك وامك ومراتك في حاله لا كانوا عندك معاه الاولاد. في حاله ما كانوش الاولاد الصاط غادي تلقاي باك وامك. ما عمر تسنى شي واحد الا درتي شي حاجه ديرها لوجه الله ودوز ما تسنى حتى شي واحد الصاط. انا الاخوان ديما كنحاول نبارطاجي معكم شي حاجه فيري ادفانس فهمتي في المايند سيت. الا كنت كتقلب على التعاطف ولا شي حاجه الصاط دير داكشي الصحيح دير الصحيح اللي خصو يدار. قول داكشي اللي باغي تقول قولو ما تبقاش تقلب على التعاطف والشعبويه وداكشي. ولكن اسمع هاد الهضره مزيان كاين شي بعض كاين شي حوايج لا خصك تقلب على التعاطف. كنتي مغني كنتي كذا كانت الخدمه ديالك مرتبطه بزاف بعباد الله كتحتاج عباد الله اتس اوكي ما تقدرش تكون صريح فهمتي اتس اوكي كنحترمك فهمتي. تشاي في اطار دوك الجمل اللي غادي تتعلم في المغرب تمسكن حتى تمكن وديك الهضره فهمتي خدامه الصاط. كاين شي حوايج خص فهمتي اتس اوكي ولكن ما تقدرش تقول الصراحه ولكن الصراحه الصاط هي هادي وحاجه بلا ما تقلب على داك الوهم الصاط ديال التعاطف وداك الشيء. التعاطف الصاط راه كيكون في السوشيال ميديا وفي الانترنت على حقيقه ما بغيتش نقول السميه ديال واحد الاخ كان جا بغى يدير واحد المظاهره قدام العماله ويجيب عباد الله وفي السوشيال ميديا كانت 10000 اونلاين فريمون 10000 اونلاين عرفتي شحال جاو ثلاثه الناس الصاط
الشيطان فهمتي، تيغرو الشيطان تيقول انا معايا 10000 واصاط ما معكش 10000 واحد، دير شي خير لا بغيتي دير لوجهي لا في هذا الانترنت هادي وبارطاجي وتكل على الله زيد فحالك. اما اصاط الواقع حاجه والواقع كيفهموه بحال هاد الناس هذا اللي وصاني واش قال كانت الحفله غادي يجيو بزاف الناس، ولكن نهار طيح غادي يكون باك وامك ومراتك في حالة عندك مع الاولاد وهي مراتك جايه على وجه دوك الاولاد، اما حتى هي راه ما حاملاش كاعش حتى واحد الصوت ما باغي يكون معك ساعه الطيح وباك وامك وما اللي شحال من واحد يقول لي اخويا السيمو كتصرفقنا بديك الهضره اللي كتقول. صراحه هاي في الواقع كاينه ولكن احسن ما تقولها الصوت، انا ديما كنت معاكم قاص احسن من كذاب كنجيك من الاخر باش ما تضيعش وقتك في الوهم ديال الحياه. الحياه راه بسيطه الصوت عيش. يو جايز صراحه اعتذر ولكن سيميون نكون معكم الاخوان صريح ونجيك من الاخر ما نخليكش تضيع حياتك في الوهم، لان حتى انا ما وصلت لهاد الستيب هادي في حياتي حتى حيدت عليا بزاف الوهم فاش كنت عايش. عرفت شحال ديال الخشليه فاش كنكونوا عايشين الصاط اللي دويتي معاه كيقول لك انا خايف هي من الله، وبنادم راه خايف هي من راسه، بنادم خايف هي من الفقر اللي يضربو السيمانه الجايه، بنادم خايف هي واش يلقى ما ياكل ولا ما يلقاش ما ياكل. فريمون الصاط الا وليتي كتخاف هي من الله يعني ما بقيتيش كتخاف كاع. الحياه بالضبط الحياه كتبدا من ديك اللحظه ديال ما بقيتيش كتخاف الصاد، حاول تحيد عليك اي حاجه كتخليك كتخاف عليها وكترعد عليها حاول تحيدها وشوف كي غادي تولي في الحياه، تولي خطيره الصاد وتولي غادي في الحياه 160 كيلومتر في الساعه. هاد الهضره هادي بيان سور ماشي لكلشي، على حقيقه شحال من واحد غادي يكونوا ولادو هما اللي موقفينو، المدام ديالو هي اللي موقفاه، والديه خاصو يتعاون معاهم وفي شي ظروف صعاب وخاصو هادو هاد الحالات هادو صعابه الاخوان. هاد الهضره ديالي ما تنعمماش على كلشي، ولكن الصدر بزاف الناس عايشه مرعوده واحد الرعده اللي خاويه ماشي كتقاتلش على الوالدين، عندك الوالدين في شي ظرفيه صعيبه وكتحارب عليهم ما يمكنش تلاشي وتسمح، هادو هما الناس اللي كنقدر. اما بزاف الناس كتحارب ومخلوعه على شي حاجه تافهه في الحياه، كتلقاه تيتقاتل باش يدير شي طوموبيله بالكريدي باش الصدر الشديد يزيد غير يخليك مخلوع، تبقى شاد داك الكريدي ديال ديك الدار ديك الطوموبيله وتعيش حياتك مخلوع ومرعوده تقول ناري الا ما خلصتوش ناري الا جراو عليا من الخدمه، وما كتصط تعيش حياتك كامله مرعوب. علاش انت فعلا كتعيق عليك تقول انا عندي دار وكتجي كتباركي عليها ديك الطوموبيله وهو كيجي على رجلها الصه، ولكن اللي ما عارفش راك انت كتبان ليه حمار لانه هو باقي المستقبل قدامه، ممكن يبدل شركه بشركه ممكن يبدل شركه كرف منها واحد النهار يجي واحد الشركه احسن منها، المهم هو مرتاح وحر نفس الصات خدام معاك في نفس الخدمه تجد معاك نفس الصالير ما داير لا كريدي لا والو، كينوض كيدوز للقهوه كيلبس مزيان تيشرب مع راسو قهوه مزيان وكيمشي للخدمه وكيعطي مزيان وعينيه محلوله فين ما بانت ليه لوبورتونيتي يضربها معلم، انت ما تقدرش. وما عمر خدمت في البروسيسور ديالو حتى واحد في المية ديال ناري الا جراو عليا من الخدمه ناري كيفاش نخلص الكريدي، ما عمر خدم البروسيسور ديالو في هادشي. البروسيسور ديالو خدام واش كاينه شي خدمه احسن من هادي فاش خدام دابا، انا خدام في هادي وكنقلب على ما احسن وساهل يبدل ما كاين حتى مشكل. ما كنقولش لك هاد الساط هذا الثاني راه فيرليس ما كيخافش كاع، ولكن عنده واحد المستوى ديال الخوف قل من الاخر، والخوف بحال شي حجره كتهزها فوق الدار ديالك، كلما زاد الخوف كلما كبرات الحجره. الاخر كيتحرك الثاني كيتحرك احسن من الاولاني، وكلما قل الخوف ديالك كتولي الاخ قبل ما تاخذ اي ديسيزيون في حياتك الله يرضي عليك سول واش هاد الديسيزيون غادي ناخذ تخلي الخوف يزيد عندي ولا تخلي الخوف ينقص، الا كان غادي تخلي الخوف يزيد يسمح فيها الصاد، حاول تاخذ دي ديسيزيون اللي ما ديك اللعبه ديال ربحت خسرت هاني. باغي نشري طوموبيل انا سيدي باغي نشري طوموبيل هادي خاصني ناخذ كريدي، هاد الكريدي دايره تجي حنسرنا وتجي خليني نتاز من نفسيا ونبدا نفكر بزاف سمح فيها. باغي تشري لك طوموبيله عندك الفلوس كاش خلص وعيش السعاده معلم تشعل فيها العافيه ماشي مشكل، بيان سور ملي كنقول سمح فيها انت ما تاخذش ديك سمح فيها، ما كاينش البيض والكحل كاين وسط اللوان، غتشري شي طوموبيله على قد جيبك ما غاديش تعلق فين تفلق باش ما تطلعش داك مستوى الخوف باش ما تكبرش ديك الحجره اللي هاز فوق دارك، خليك هاز دي شي حجره صغيره باش تعرف تجري. وكلما كنتي مرتاح كيسهلها الله وكتولي الامور غاده، لان ملي كتولي كتقول ديك اللعبه ديال فاك جات ما جاتش بحال بحال انا ندير اللي عليا كيولي الله مسهله من كاع النواحي، ملي كتولي مخلوع عليها ناري خصها تجي ما كتجيش، هكا هي الحياه الصاط من الاخر.